أنا أحمد انصيرات، عامل وطن مؤثر على تطبيق التيك توك. بحس الاثنين مكملين لبعض. أول إشي بمهنتي عامل وطن إني أنا قاعد بنظف وبحافظ على النظافة، ومجال التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام بوصل رسائل توعوية من خلال وظيفتي كعامل وطن. احنا الان بفصل الشتاء، فحبيت اوجه لكم رساله يعني خفيفه لطيفه، وان شاء الله تاخذوها بعين الاعتبار. تمام، المزاريب هاي تاعت صرف مياه الامطار اللي بتكون على سطوح البيت، يعني ما نشبكها بالمسارف تاعت مياه الامطار الجاري بالشوارع. وثاني شيء انك تبتعد عن المناطق المنخفضه اللي يعني بين الوديان، يعني بين الجبال، يعني عشان ما يصير في انهيارات ولا سمح الله يعني توقع بعاق. تحياتي لكم، سلام عليكم. طبعا من اكبر المشاكل اللي بنواجهها زي بعيد عنكم، يعني هون في كيس وبدي افرجيكم يعني قديش الحاوي بعيد او المكان المختص للكياس. هاي شايفينه ما بعده، وحلمي كان اني اكون بالتمثيل، والحمد لله ما زلت اني بدي اوصل لهذا الحلم. ومن خلال التيك توك قاعد بتشجع اكثر واكثر، وقاعد يعني اقتبس، خلينا نحكي اقتبس شويه افكار من هذا الفيديو عشان اطلع بانا اشي كثير حلو، وباذن الله راح اظني ماشي باتجاه حلمي. والله المعاناة الأصعب صارت هالأيام، أقسم بآية الله يا أخي، لما بدك تكب ورقة بدك تكب فاينة، كبها زي ما هي، مش تعمل فيها زي هيك. كن قاعد على مطل أو هيك منظر حلو وسهرة، وبعد ما يخلص بخلي كل شيء مكانه أو بمسكه بزت على الواد. أخي الكريم، طب أنت لما تزت على الواد مش راح أنا أنزل بالهليكوبتر أروح أجيب الكيس ولا أجيب هذا، بدي أنزل أنا ماشي، يعني يمكن أوقع، يمكن أتدعثر، يصير فيه إيش لا سمح الله. ما زلنا احنا عمال الوطن نعاني من شغلة الحدائق والاماكن العامة، من ناحية الناس لما يكونوا طالعين رحل او يطلعوا يسهروا بالليل، طلع شو بيخلوا مكانه. طب يا اخوان شو الحل احكولي، يعني حاويات جنبهم قريبة. حواليه لسه الموضوع، لا هيني رايح حسب انظف حواليه.